بعد فترة طويلة من الخلافات، تراوحت بين تصريحات حادة من قبل الفنانة نوال الزغبي والفنانة إليسا، قرروا يقوموا بخطوة مميزة لما باركت نوال لإليسا على فيديو كليب أغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان عبر تويتر. وكتبت الزغبي: مبروك إليسا على غنيتك الجديدة، حبيتها، مليئة بالحياة. كما عادت كل منهم لمتابعة الأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهالأمر بيأكد للجمهور أنه إليسا ونوال الزغبي قرروا يسكروا صفحة الخلاف والانتصار على الشائعات اللي طالتهم مؤخرا. واللافت أنه مبادرة الصلح ما ابتدت بعد ما أصدرت إليسا الكليب وبس، بل من لما قررت إليسا ترشيح اسم نوال الزغبي لتشارك بتحدي نشر صورة برفقة كلبة على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبالفعل نوال الزغبي استجابت لدعوة زميلتها آنذاك. علاقة إليسا ونوال الزغبي كانت حديث الصحافة والسوشيال ميديا طوال سنة 2019 بسبب أمر واحد، وهو لقب نجمة روتانا الأولى. وكان قد بدأ لما سئلت نوال الزغبي عن نجمة روتانا الأولى لترد: أكيد نجوى كرم، إذ صرحت: أنا بعرف روتانا من نجوى كرم. أول ما فتحت التلفزيون وطلعت لروتانا، طلعت أنا ما في غنيت نجوى كرم. وكانت مجلة الجرس أيضا قد شهدت بعزاء الراحل سيمو أسمر على صلح إليسا ونوال الزغبي، وهالمرة الفنانتين قرروا يرموا الزعل وراء ظهرهم ويرجعوا يفتحوا صفحة جديدة ويبقوا أصدقاء وزملاء. إنه نحن كشخصين كناس كبشر ما عندنا مشاكل أبدا مع بعض. بعض. ما بتعرف لما بتشوف الشخص بتعرف.